قبل اي كلام تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن الى اخويا وحبيبي الاستاذ محمد السلطان ابو عربي من داخل المملكة العربية السعودية. النهاردة وتحديدا من داخل سوق بلقاس العمومي الدولي مع عم عاطف نقدم لكم عرض من المال الطيب اهوت حبيبي على دماغي عم منصور. نبدأ بالصلاة على النبي ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة الريف حياتي من داخل مصر وخارج مصر، أهلا بكم يا أحلى وأغلى متابعين. يلا الكل يعمل لايك لقناة الريف حياتي لأن القناة مش هتكبر الا بحبكم وبدعمكم لينا. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا عم عاطف. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا غالي؟ يا مرحبا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. الحلاوات دي مواصفات يا عم عاطف. مواصفات عجله كسره ست سنات وراها انتهت الكح المال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ثلاث بزاز. فيها بالثلاث بزاز لا بز شال الورا. طبعا يا عم عاطف يا جماعه بيتكلم كل حاجه على الطبيعيات. ايوه بس. يعني الصلاه على من حضر. المعلم عاطف ما بيخبيش حاجة. لا يا عم الحاج كل حاجة قدام حضراتكم اهيت. بتخبي ليه يا عم الحاج؟ لو سمحت يا عم عاطف امسكها بس اوري المتابعين الطف الشال اللي بعد اذنك. رفع يا عم هنا بس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اصحاب بقى. الحلبات يا جماعة اهيت قدام حضراتكم. بس وقفي بقى، وقفي بقى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تعال هنا عشان تخور مبسوط. تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل حاجه قدام حضراتكم يا جماعه ايات. الامور ايه كده اهو؟ حبيبي. الامور ايه كده اهو؟ وادي الطرف الشال قدام حضراتكم اهوت. كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. اللهم صل على النبي. كده اهو. اندبلت الورده ريحتها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله. بسم الله اللهم صل على سيدنا النبي. طرمبات لبن ثلاثة ثلاث حلبات بنبيع بثلاث بزاز ثلاث حلبات يا جماعة ونبيع بثلاث بزاز وتعتبر بنزيمة لبن. هيا الفلاح. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. عظم الريش قدام حضراتكم يا جماعة اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفتحة العريضة ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الرجلين قدام حضراتكم سلامه اهيت مفيش فيها غلطه غير الطرف الرابع وكل حاجه قدام حضراتكم على الطبيعه برضه. وادي العم اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. متايه وراها انتهى من احلى المال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اطلع لك كمان اهو حبيبي. بسم الله ما شاء الله. عظم الريش يا جماعه قدام حضراتكم اهوت. وحدوه المشية السليمة. وحد اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عم عاطف حبيبي كل حاجة بسعر. كل حاجة بسعر صح؟ بسعر طبعا. الحلويات ديت واحنا دايما بنعمل الحلويات ديا هي ب 80,000 سليمة. اللهم صل على النبي. من 80,000 على الأربعة يبقى ب 60,000 حبيبي. هنسيب منهم 3,000 اللهم صل على النبي يبقى سبق ب 56,000 حبيبي هي حبيبي. 56,000 رقم حضرتك للحجز والتواصل يا غالي. 010 010 65 ستة خمسة سبعة واحد سبعة واحد زيرو واحد سبعة ثلاثة عم عاطف. يا عم عاطف ربنا يسرك الأمر إن شاء الله. لو اتباعت في السوق أمين يا رب. لو اتباعت في السوق لو حد محتاج أي حاجة يضرب عليا تقدر تحضره إن شاء الله. عندي والله في الضرب هايم بالهبل حبيبي. المعلم عاطف عبد قادر قرية المرية مركز ومدينة بيلي محافظة كفر الشيخ. أي حد محتاج أي حاجة يتواصل مع المعلم عاطف ورقم التليفون موجود في العرض. طبعا النهارده الحد احنا في سوق بلقاس العمومي الدولي اول سوق بعد عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا يا جماعه السوق بيبقى زحمه عن كده بس السوق ده كامله بعد عيد الاضحى الدنيا هاديه شويه والعمل خفيف شويه. فان شاء الله الحد القادم هيكون احسن من كده باذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فيها طرف شال الاول.
شلة يا معلم. ثلاث حلبات بس بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله. شلة بثلاث دبزات. حي على الفلاح. لا دي اللي شال، ايوه دي اللي شال. فتح وشو؟ احسن شاب. كل حاجة يا جماعة قدام حضراتكم اهوت. ربنا يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اي حد محتاج اي حاجة يتواصل مع عاطف، ورقم التليفون موجود في العرض. ايوه والله ما في كده، بالاربع تلفزات ب 80000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والمشي يا جماعه قدام حضراتكم اهيت، ما فيش فيها غلطه. المشي ما فيش فيها غلطه. خد رقم التليفون بقى حبيبي، خدت رقم التليفون. شكرا لكم والى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.